نعمل لكم شي ثمن ان شاء الله باذن الله في هذا المطروز هذا، ثمن خيالي، ثمن خيالي اللي غتستافدوا منه، حتى هو يكون عباره عن هديه مع الشركه ديال ميموني زيرود. هذا الثمن اللي كتسمعوه مع جبروه لا عند لا في السوق في اي بلاصه في المغرب، لا ما كاينش هادشي. هذا الثمن هذا، هذا المطروز هذا بروميير كاليتي. شوف هذا المطروز هذا راه بروميير كاليتي، بروميير كاليتي، ماشي مطروز الزبده ولا مطروز مبرا رويال طروات دي محفره. انا شو الطهر ديالو تبارك الله كيفاش مفيني. بالنسبه للوجه ديالو في واحد الخدمه اللي مزيونه بزاف، في الخيط ديال السقالي، الخيط ديال الحرير، وفي هاد الشواروسكي هذا اللي كيتي واحد الاضافه مزيونه بزاف. بالنسبه للالوان اللي كيتواجدوا في هاد المنتوج هذا، كاين الزرق ملكي، كاين هاد، وكاين هاد البيج فريسات، هذا الكولور هذا اللي كلاسيكي بزاف الصراحه، كيجي مزيون بزاف. اللهم صل على الحبيب. شوف 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 تبارك الله التوكي داير. شوف هاد الخضر ملكي، الخضر ملكي، محطين الخلود الضعيفه. ملي كنقول لكم كركع هيدا خليها الا وكيكون كركع انا لا لا. تبارك الله، شوف اللهم صل على الحبيب. هذا الثوب هذا، هذا كان كيدير 300 درهم هذا المطروز. هذا المطروز عباد الله كان كيدير 300 درهم حاليا، حاليا عند الشركه ديال ميموني زرويد ماشي 300 درهم، ماشي 250 درهم، غنبقاو نزولو ب 100 درهم هنا، ماشي 250 درهم، ماشي 200 درهم، 149 درهم فقط. تخفيض اخر اللي كان يعني التخفيض هذا، التخفيض الاخير لشركه ديال ميموني زيرويد، هذا اخر تخفيض. الناس اللي ما استفدتش اولا اللي باغا تستفد، هذا اخر تخفيض مع الشركه ديال ميموني زيرويد الى غايه الشهر، الى غايه اخر الشهر، اليوم ب 89 درهم. اللهم بارك. هذا كيما 180 درهم بس تكون عفوا. الكار ديال التصوير. الناس اللي خدات بالتخفيض الاولاني، هذا اخر تخفيض مع الشركه ديال ميموني الى غايه 31 فهاد الشهر هذا، الى غايه ليله راس السنه اللي غتكون فيها الطنبوله مع شركه ميموني، غتعلم فيها على فائز بصالون ال غيكون بخشب بمطارب، يعني كومبلي بجميع التفاصيل وبجميع الديزاين ديالو. هذا اول تخفيض ب 59 89 درهم، عفوا ب 89 درهم. كان الثمن ديالو هذا، هذا كيما 180 درهم في السوق. كنعتذروا للتجار اللي في المغرب كامل بهذه الاثمنه اللي كنديروا لكم. حنا كنديروا هذه الاثمنه عباره عن الناس اللي كتدعي معنا، كانوا الناس اللي كتدعي معنا وكتساندنا. كنفرحوا بزاف ديال الناس اللي كانت كتفكر تاسس بالمطروز وما قداش، اللي كتجيها التفريشة ديال 10000 درهم كتجي تخدم مع ميموني زيرويد غير 3000 درهم. حنا هذا العام هذا الشهر ما كنربحوش فيه، هذا الشهر هذا خصصناه لتنفيذ طلبكم اللي نفرحوكم به كما العاده، كيف ما كيولفكم ميموني زيرويد بالمفاجات. هذا عملنا له 89 درهم، هذا عملنا له 89 درهم، وري لهم الواند ديالو. تبارك الله، كاين في هذا الذهبي هذا، انا الشباب مقبلين على الزواج، ما تقولوش ما كنشجعوكمش. هاي اللي ما بغاش يجوج ومسخوط، انا 89 درهم، 89 درهم. عباد الله، هذا البروكر هذا راه الطروات دي، راه كاينه باش نعطيكم واحد الفكره، هذا البروكر هذا الطروات دي، كاينه بعض الناس كتخلع، الاثمنه كتخلع، يعني الرخا كيخلع، كتسمع 89 درهم. الناس عباد الله، راه حنا ما كنكذبوش، هذا ب 89 درهم واجي عندنا غدا ان شاء الله باذن الله. لا ما استفدتيش، نعملوا معك فيديو، نعملوا معك ديو اللي بغيتي اللي بغيتي نديرو معك. هذا كونتيتي ديالو كاينه عند الشركه ديال ميموني زيرويد ب 89 درهم، تخفيض اخير اليوم اللي غتسمعوا في جميع المنتجات ديال ميموني زيرويد. شوف تبارك الله التوكي داير، هذا ب 89 درهم عند الشركه ديال ميموني زيرويد. اليوم غنفاجئكم باثمنه خياليه. تفضل معنا سي سليمان. دابا ما عرفش باش عنبدا، والله ما عرف باش عنبدا. نطلقوا هذا، اجي ورينا هذا السيري هذا اللي انا عملوا فيه التخفيض اليوم ان شاء الله باذن الله. بالنسبه لهذا التخفيض اللي غتسمعوا اليوم ان شاء الله، اللي غيدوم حتى الغايه ديال 31 في الشهر ان شاء الله. هذا المطروز هذا كيف ما كتشوف، شوف الارضيه ديالو الطروات دي. هاد المطروز هذا راه كيدير 350 درهم، 330 درهم، حتى 300 درهم اسيدي.
اليوم غتسمعوا واحد الثمن ديالو اللي ثمن خيالي اللي ما غتجبروش لا في المغرب لا في تركيا لا في تشينا لا في اي بلاصه في العالم. اليوم حنايا الميزانيه ديال الشركه ديال الميموني خاصه المتتبعين والزبناء ديالنا اللي كيشاهدونا في هاد اللايفات في هاد الشهر هذا، اليوم غنحط لكم شي ثمن اللي لا يستفد منه اي واحد كان كيحلم يفرس بالمطروز مع الشركه ديال الميموني زيرويت. الشركه ديال الميموني زيرويت اولا 08 اليوم كتفاجئ المتتبعين ديالنا والمشاهدين اللي كيشاهدونا في هاد اللايفات بواحد ثمن خيالي. غنطلقوا لكم الزواقات ونعطيكم الثمن، عطيونا الراي ديالكم في هاد الثوب هذا وحاولوا تقدروا اولا تعطيونا فكره على الثمن. راه كنفيوكم الجوده والكاليتي. شو الارضيه ديال الثوب كيفاش عامله تبارك الله. بالنسبه للطرز هذا كامل بالخيط ديال الحرير وبالخيط ديال الصقلي والموزونه ديالها مخيطه معها، ما تخافش منها شي حاجه اللي عمليه. بالنسبه للالوان كاين داك الخضر اللي شو معنا وهذا البيج هذا، وتوقعوا الاثمنه قبل ما نديروا هذا تخفيض اخير. يعني باش مادام كنقول لكم هذا تخفيض اخير، يعني هذا التخفيض اللي غتسمعوا اليوم راه ما يكونش بتاتا، راه ما يكونش لا اليوم لا غدا لا في الشهر اللي مجي لا في العام اللي مجي. هذا التخفيض الاخير غتسمعوه اليوم مع الشركه ديال الميموني زرويت اللي غيصدم اللي غيصدم، كنعاودها ونكررها مره اخرى، اللي غيصدم بزاف ديال المتتبعين كيشاهدونا. والرخاء راه كيخلع بعد الساعات. الثوب هذا راه كيدير 300 درهم اسيدي، ماشي 350، يعني 300 درهم حاليا عن شركة ديال ميموني زيرويت. خلي نشوفوا التوقعات ديالكم، عطيونا التوقعات ديالكم لهذا المطروز هذا. لي كولور اللي فيه شي لوينات ممتازين وشي حاجه اللي مزيونه بزاف. انا فهمت الكرونه ديالو، انا نشوفوا الكرونه. الكرونه محبوبه في الجماهير المغربيه، ما كايناش شي مراه مغربيه ما كتعجبهاش الكرونه. شوف تبارك الله على فينيسيون في الخدمه. شوف هذا المطروز هذا خربقتي لي العقل ديالي. الاثمنه هذا المطروز هذا صلى على النبي، هادشي اللي قال السلام فيه عظم. بالنسبه للتخفيض الاخر 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 باش الناس تاخذ في فكره وتاخذ درايه بلي هذا التخفيض هذا راه ما يزيدش يتغير. هذا التخفيض الاخير مع الشركه ديال ميموني زيرويت الى اخر الشهر الى 31 في الشهر ب 100 ماشي 200 ب 100 ماشي 290 ماشي 285 ماشي 280 ماشي 275 ماشي 270 ماشي 260 ماشي 255 ماشي 250 249 درهم ان شاء الله باذن الله. 100 عفوا 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 هذاك هو الثمن ديالو. هذاك 149 درهم مع الشركه ديال الميموني زيرويت كتهديه لاي واحد وصل للمحلات ديالنا واستفد من هاد العروض. بالنسبه للناس اللي ما كتثقش المنتوجات ديالنا اسيدي، حنا الشركه ديالنا معروفه على الصعيد الوطني الحمد لله بالجوده ديالها وبالثقه ديالها. كاينه بعض الناس كتعيط لنا كتقول لنا هاد السولد هذا راه حقا قلدوه الناس عندكم، راه حقا في التماره ولا في كازا، وملي مشينا جبرنا الثوب راه ما جبرناش اسيدي. اولا انا لا اجي زور وقرا الكومونتيرات وشوف الناس وتبعنا في السطوريات، الناس كتستافد معنا من طنجة للقويرة، كنليفريو جميع المنتوجات ديالنا في المغرب كامل. إلا كنتي متبعنا راه تكون كامل الثقة ديالك عندنا في هاد الشركة ديال ميموني زيرويت. بالنسبة لهاد الثوب هذا ب 149 درهم ب 149 درهم سيري ديال المطروز. عفوا 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 للقلوب الضعيفة، عفوا للناس اللي كتأثر بهاد اللايفات هادو، عفوا للناس اللي كتشاهدنا وكتأثر. هذا المطروز هذا المطروز هذا بالنسبه للناس كيقولوا لنا ملي كتجيبوا هذا الثوب، غنعطيكم واحد الفكره، كيقولوا لنا ملي كتجيبوا هذا الثوب رخيص وكتعاودوا تبيعوا. لا اسيدي اولا لا 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 حنا ما كنربحوش في هادشي هذا، يعني حنايا حنا خصصناه للكليان. اللي كنطلبوا منكم هو تبارطاجيو باش تفعل الصفحه وبقاو نطلعوا لكم دائما، بقاو تشوفوا الفيديوهات ديالنا، بقاو تشوفوا لي بوست اللي كنحطهم دائما، استاجيو الاحباب والاصدقاء ديالكم في هاد اللايفات هادو. ان شاء الله باذن الله هذا دوزناه ب 100
و49 درهم. اجي معنا صدمة اخرى، اجي معنا لايف اولا خلي هذاك هو الاخراني، هذاك هو هذاك هي الصدمة الاخرانية اللي غنصدموا بها الناس. الله يدابا شحال ب 2200 كاينه صدمات اخر لايف، كاينه صدمات اخر لايف. اللي غتخرج راك غتندم، اللي غتخرج راك غتندم. خليك الى اخر لايف، خليك الى اخر لايف ان شاء الله اللي غتفاجئ باثمنه ما كايناش في المغرب، ما كايناش في تركيا، ما كايناش في تشينا. الثمن اللي كتسمع دابا هاد 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 التخفيضات خاصه شركه الميموني اللي يعني اللي تبرع بها للزبناء ديالها، تبرع بها على الناس اللي كتتابعنا في هاد الصفحات ديالنا، الناس اللي كتدعمنا من اي منطقه في العالم. شكرا لكم الناس اللي كتشاهدنا، سواء الجاليه المغربيه كل الحب والتقدير لكم، سواء الناس من طنجه البويره اللي كتشاهدنا وكتثق في الشركه ديالنا، كنحييكم بهاد المناسبه مع عند ليكيب ديال ميموني كامله كل الحب والتقدير لكم ان شاء الله باذن الله. هذا البروكر اللي غنحطو لكم دابا حتى هو داخل في التخفيض، من بعد ما كان كيدير 280 درهم غتسمعوا الثمن ديالو، حتى هو ثمن خيالي. الناس اللي باغا مثلا عملنا المطروز كيقولوا له تخفيض 149 درهم، شحال بغيتو نديرو للبروكر؟ ثم عطيونا اثمنه، عطيونا الناس اللي كتشاهدنا هاد 2000 ديال الناس تقولنا من اي منطقه كتشاهدنا في العالم. بغينا نشوفوا السميه ديال الميموني زيرو ويت، الصدى ديالها اين وصل في العالم العربي او سواء في اوروبا، الصدى ديال ميموني زيرو ويت اين وصل؟ بغينا نسمعوه، بغينا نشوفوا الناس اللي كتشاهدنا في هاد اللايف هذا قلنا من اي منطقه، اللي من طنجه قلنا من طنجه، اللي من العرائش، من اكادير، من مراكش، من ورزازات، من اي منطقه في العالم يعطينا. الناس ديال اوروبا، الناس ديال بروكسي، الناس ديال باريس، الناس ديال بوردو، من اي منطقه في العالم تعطينا، من اي بلاصه كتشاهدنا في هذا اللايف هذا. نرجعوا للموضوع ديالنا، البروكر هذا سي سليمان. بالنسبه لهذا البروكر هذا راه ديال تركيا، وكاليتي ديالو مزيون بزاف، وشي حاجه اللي عمليه. هذا الثمن ديالو 220 درهم حاليا، شحال دير له السي حمزه؟ هذا الثمن باش ما نطولوش عليكم، هذا الثوب هذا غنديروا له ب 100 درهم. هذا الثوب هذا غنديروا له ب 129 درهم، 129 درهم فقط عن شركه ديال ميموني زيرو ويت. هذا بروكر ديال حرير تروادي، فيه بزاف ديال الزواقات ب 129 درهم. هذا باش نعطيكم فكره على السي ياسين، هاد التخفيضات هادو اللي كتسمعوا، هذا تخفيضات اخيره لهذه الشهر، يعني اخر تخفيض كتسمعوا مع الشركه ديال ميموني، يعني ما تزيدش تسمع شي تخفيض بحال هكا. شوف تبارك الله، اخر تخفيض مع الشركه ديال ميموني زيرو ويت في هاد اللايف هذا اللي كتسمعوا. بالنسبه للناس اللي كتشاهدنا اول مره دخلت في هاد اللايفات ديالنا، اللوكال ديالنا كيتواجد في مدينه طنجه، اللوكال ديالنا كيتواجد في مدينه طنجه. الشركه ديالنا كديبلاسي في جميع المدن في المغرب، يعني فيما كنت في طنجه حتى البويره راه نقدروا نجيو عندك. كنأسسوا جميع الاثاث ديال الدار، جميع الديزاينات عندنا فريق متكامل الحمد لله. بالنسبه للتخفيضات اللي دايرينها اليوم، ما عليك الا تسكريني الثوب اللي عجبك، وفيما كنت يوصل لك حتى لعندك، سواء كنت في المغرب او خارج المغرب، يعني الثوب يوصل حتى لعندك للدار ان شاء الله باذن الله. رجعوا للموضوع ديالنا، هاد الثوب هذا درنا له 129 درهم حاليا بهذا الثوب ديال الافعى. رجعنا هاد البروكر هذا عطيتو الثمن ديالو 129 درهم. نعاود نذكركم بالاثمنه، بالنسبه لهذا 129 درهم، المطروز اللي شفتوا معنا هنايا 149 درهم، وبالنسبه للبروكر اللي شفتوا معنا في الاول ديال اللايف ب 99 درهم. ما عليك الا تسكريني بروكر ب 89 درهم، عفوا ما عليك الا تسكريني وتفرج ان شاء الله باش ما بغيت. واللي باقي ما طاقاش العائله يطاقيهم، واللي باقي ما دارش يبارطاج. بالنسبه لشروط المسابقه، النقطه الاولانيه الناس الانستغرام كيقول لك ما كاينش جروبات، غير باش الناس ديال الانستغرام اش كيقولوا له على حسب الجروب اللي ما كايناش، بارطاجي اللايف في ستوري ديالك، بارطاجي اولا دوز على اللايف ديال الفيسبوك، اللايف ديال الفيسبوك تبارطاجي في الجروب باش ان شاء الله تكونوا محظوظين الفائزين. يعني بالنسبه النهار ديال المسابقه غيكون سحب على المباشر، على المباشر غيكون سحب على المباشر، والفائز غيتسلم به على المباشر،
ولا غيفوز بصالون ديال اللي عامله شركه ديال ميموني زيرو بالخشب ديالو والمطله وتساوب عنديوه له حتى للدار وانا نعمل معاه فيديو ان شاء الله باذن الله اللي يستافد من هذا الصالون هذا. نرجعوا للموضوع ديالنا. شروط المسابقه عفوا شروط المسابقه هي تبارطاجي تبارطاجي خمسه ديال الجروبات تبارطاجي خمسه ديال الجروبات وتاجي خمسه ديال الاصدقاء وتاجي خمسه ديال الاصدقاء وان شاء الله تكون من الفائزين. بالنسبه للرابح الثاني الرابح الثاني هو سوبر فان سوبر فان عفوا هي المشارك او الناس اللي كتدعمنا دائما على الدوام في الصفحات ديالنا كيطلعوا في الشهر كل شهر كيطلع لك عدد ديال سوبر فان انا نعملوا لهم قرعه يعني سوبر فان هو اللي كيبارطاجي دائما وكيعمل جيم وكومونتير دائما وكنعملوا كل شهر ان شاء الله باذن الله سحب سوبر فان عباره عن صالون ديال التوب كما فازت مره الاولانيه سيده وفازت مره الثانيه سيده. كنتمنوا هاد الناس هادو اللي فازوا معنا جوج ديال الناس يكونوا كيشاهدونا في هاد اللايف هذا ويعطيونا تعليق من هاد اللايف هذا على المباشر. رجعوا الموضوع ديالنا هاد البروكر هذا سي سليمان. بالنسبه لهاد البروكر هذا كان 220 درهم. هاد البروكر هذا ان شاء الله السي عثمان غادي يفاجئكم بالثمن ديالو. تفضل معنا السي عثمان. السلام عليكم مرحبا بالمتابعين ديال ارضيكم ميموني زيروي. كما متعودين علينا دائما مفاجآت واثمنة منتهى الروعة ان شاء الله. هاد البروكر هذا الثمن ديالي على حسابي واللي بغى يفرس مرحبا مرحبا بك. لا المقولة ديالنا اللي عنده شي براد راه يهرس راه الاخر الشهر دابا فرشي يا لالا تعالي تعالي شوف عندنا هاد البروكر هذا ان شاء الله نديرو له ب 80 درهم. اللهم بارك. هذا البروكر هذا كيما نقولوا بالضعيفه نستثمر هذا 80 درهم الثمن ديالو ما نقولولهمش الثمن ديالو اش دي حتى ب 80 درهم هذا مع المخده ديالو. الناس اللي كيعجبها السامبل ها هو فين هو عجب ها هو ها هو دور هكا دور هيدا دور هيدا سيادتي ها هو ها هو فيه 3 بياس شي حاجه واعره بزاف 80 درهم هذا البروكر هذا 80 درهم فينا مفاجاه في اخر ديال اللايف يعني مفاجاه الناس اللي خرجت من هذا اللايف ما تلومش ما تلوم الناس كاينه مفاجاه في اخر ديال اللايف ثوب المفاجاه انا حرقتها لا انا حرقت المفاجاه هذه ما تخرجوش كاينه مفاجاه في اخر ديال اللايف ثمن 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 خيالي في واحد الثوب اللي خصصته الشركه ديال ميموني اللي غتعمل فيه ثمن خيالي تكسير الارقام تكسير الاثمنه تحطيم الارقام القياسيه الارقام القياسيه اللي تشوفوها مع الشركه ديال ميموني زيرويد. غادي تشوفوا معنا هذا الخير هذا هذا المطروز هذا شوف تبارك الله شوف شوف اللهم صل على الحبيب تبارك الله صل على الحبيب هاد الناس هادو اللي كيشاهدونا كاملين بكم اللي كنطلب منكم طلب واحد الناس اللي كتشاهدنا في اللايف في الفيسبوك ولا في الانستغرام شحال كيشاهدونا 2000 واحد صلوا على رسول الله اللهم صلوا على رسول الله صلوا على رسول الله.